أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم من يستقدم العمالة غير المسلمة إلى هذه البلاد ولا يدعوهم إلى الإسلام وإنما يطلقهم، وكذلك من يجلب اللاعبين غير المسلمين بالمبالغ الباهظة ويعظمهم ويقدرهم ويسلم على رؤوسهم عندما يفوزون؟ هذا كله لا يجوز، هذا كله لا يجوز. استقدام الكفار مع وجود مسلمين يقومون بالعمل، واجب على أصحاب الأعمال أن يستقدموا المسلمين الذين يحسنون العمل. إذا كان المسلم لا يحسن العمل واستجلبت كافر لعمل لأداء عمل فقط مؤقت يرجع، فهذا يباح عند الحاجة، هذا ما فيه مسلم يغني عنه وأنت بحاجة إلى هذا العمل. نعم.